للسنة الثانية بقى على التوالي يوسف ناصر بيفوز بجائزة أفضل مصور هاوي في العالم. المسابقة دي بيتم تنظيمها في بريطانيا، ويوسف حصد على الجائزة في فئة الشباب من سن 13 سنة ل 21 فعلا سنة. منا خبر جميل كده ومبهج ومفرح. معانا على الهاتف دلوقتي الفنان يوسف ناصر، نتعرف منه على تفاصيل المشاركة في هذه المسابقة. صباح الخير عليك يا يوسف، وألف مبروك أولا. صباح الخير، الله يبارك في حضراتكم يا رب. حابين نعرف منك ونعرف كده السادة المشاهدين طبيعة المشاركة في المسابقة دي ونوعية المشاركة، الصور اللي انت شاركت بيها. طبعا وقبل كل حاجة، هو كل حاجة يعني بتوفيق ربنا الحمد لله وكرمه. في البداية هي مسابقة تعملها مجلة بريطانية اسمها أماتر فوتوغرافر. المسابقة ديت بتتعمل بشكل سنوي، كل سنة بيكون المشاركة فيها على مدار السنة. بتكون المسابقة عبارة عن 10 جولات، كل جولة بنقدم فيها صور وبيبقى فيها مراكز توب 10، وبنقدم الصور وبنجمع نقط. وفي آخر المسابقة في آخر السنة في شهر 12، وتحديدا كان يوم 16 الشهر ده تقريبا، أعلنوا النتيجة للسنة الثانية على التوالي. الحمد لله قدرت ان انا احصد اللقب بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر، لان طبعا لما شاركت السنة اللي فاتت كان الموضوع بالنسبة لمصر يعني هو مختلف شوية، ان مصور عنده 19 سنة قدر ان هو ياخد لقب افضل مصور هاوي على مستوى العالم. فالموضوع كان يعني بالنسبة للمصورين في مصر هو موضوع مش سهل ان هم يقدروا ان هم يحققوا انجاز زي دوت، خاصة ان انا يعني كانت السنة اللي فاتت ما كانش حد متخيل او مصدق ان انا اصلا اطلع من التوب 10 على مستوى المسابقة، فان انا اخد مركز اول. فده شجع مصورين كتير جدا في مصر. مش عارفه ليه يا يوسف بتقول المصورين في مصر بالنسبه لهم الموضوع صعب، اعتقد ان التصوير في اي مكان في العالم واحد، يعني القدرات الابداعيه بقى هي اللي بتختلف من اي شخص للتاني. انت قدرت تحصد يعني المركز الاول لتاني سنه، قول لي بقى الناس اللي كانت مشاركه، البلاد اللي كانت مشاركه، ابرز الناس اللي كانوا موجودين، وما دام انت قدرت تاخد الجائزه للمره الثانيه فاعتقد انك عرفت التفاصيل الصغيره اللي تقدر من خلالها تفوز بقى. اكيد طبعا، هو يعني في البدايه هو المسابقات بتكون يعني كل واحد بيبقى الكيمياء بتاعته ماشيه مع مسابقه معينه، فانا الستايل بتاع التصوير بتاعي هو اقرب للمكان دوت، ف الناس بالنسبة لهم الستايل ده بيحبوه، فما بشارك فبيكون ليا فرصة أعلى إن أنا أفوز عن بقية المنافسين، لأن الستايل بتاعي قريب من ستايل المسابقة دي. ممكن أشارك في مسابقة تانية ممكن ما يبقاش ليا نصيب أو حظ، فهو في الأول وفي الآخر هو توفيق وكرم من عند ربنا إن أنا أقدر أعمل إنجاز كبير زي دوت. بس إحنا شايفين يا يوسف، شايفين يعني احنا ملاحظين الصور اللي احنا بنشوفها دلوقتي على الهوا، يعني في كده اهتمام بالتفاصيل المصريه، اهتمام بالامكنه بالوجوه كمان، شفنا اكتر من وجه مصري، شفنا اماكن تاريخيه مختلفه زي القلعه، زي اماكن اخرى. كنت قاصد انك يبقى في البصمه المصريه في الصور، ده جامع الحاكم بامر الله اظن، صح؟ اكيد طبعا. يعني انا من الناس اللي شايفه ان مصر فيها حاجات كتيره جدا محتاجه ان هي تتصور وتتوثق، ويمكن كانت من ابرز الصور اللي انا صورتها هي صوره المرماح في مول سيدي عبد الرحيم القناوي، ودي كانت اول سنه ليا السنه اللي فاتت اسافر الصعيد واستكشف في الصعيد، فكانت بالنسبه لي الصراحه تجربه مختلفه جدا، وما زلت شايف ان مصر لسه جواها حاجات كتيره جدا محتاجه بس ان حد يلف ويستكشف فيها حاجات كتير، لان احنا عندنا كنوز مش موجوده في العالم كله. يعني في مصورين بتيجي مصر بتصور صور، الصور ديت حاليا يعني هي تعتبر اخذت جوائز العالم كله من صوره واحده من مصر، فده معنى كده ان مصر لا فيها كتير جدا، بس احنا محتاجين ان احنا نشوف. تسلم ايدك يا يوسف، واختيار الصوره وفن اختيار الصوره، يعني فكره اختيار صوره من مولد سيدي عبد الرحيم القناوي، ده دعوه كمان لتنشيط السياحه على اماكن مختلفه الناس مش متعوده تيجي مصر وتشوفها، شافتها من خلال الصوره بتاعتك. كل الشكر ليك يا يوسف ناصر الفائز بجائزه افضل مصور هاوي في العالم.